النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الدستورية والتشريعية. النهارده كان تقدمت بطلب إحاطة للسيد وزير الشباب والرياضة بخصوص دمج الأندية الشعبية بالأسكندرية، ويمكن النهارده الطلب تم مناقشته في لجنة شباب والرياضة بالمجلس، ودارت المناقشات ان احنا في سياسه الدوله المصريه هي التوسع في القاعده الشعبيه في ممارسه الرياضه، وان احنا نوسع تلك الممارسات ونحاول نزود عدد الشباب اللي بيمارس الرياضه. وطبعا الانديه الشعبيه دي احد ادوات الدوله او الادوات الموجوده الرياضيه، الهيئات دي هي بتمارس دورها في المناطق الشعبيه وبتوصل لعدد كبير من الاهالي والمواطنين اللي مش قادرين يشاركوا سواء في مراكز شباب او انديه كبيره بسبب الاوضاع الاقتصاديه. ويمكن الانديه الشعبيه في اسكندريه يعني بنتكلم عن 36 نادي عندهم اكتر مسجلين من اكتر من 10,000 لاعب وقادرين ان هم يحققوا بطولات. وبصراحه اللي يعني السيد الوزير حتى السياسه بتاعته في ان هو يحافظ على تلك المنشات، ويمكن قرار الدمج ده كان قديم سنة 2015، ودارت المناقشات في اللجنة ان احنا محتاجين نحافظ على الهيئات الرياضية ونزودها مش نقللها في الهيئات بس الرياضية والأندية الشعبية القادرة على ممارسة الدور اللي هي انشأت عشانه. ويمكن هيصدر قرار من اللجنة اليوم بان احنا يسمح لتلك الأندية بممارسة النشاط الرياضي في الألعاب والتسجيل لاعبينها في الاتحادات لحين يعني تعديلات قانون الرياضة الجديد ويتحط لها بند، لأن القانون الرياضة الحالي اللي صدر 2017 يعني بيضع على تلك الأندية أنها توفر مساحات كبيرة من الملاعب وهي غير عندهاش القدرة المالية على ذلك، وإن شاء الله يسمح لتلك الأندية الشعبية بممارسة الأنشطة الرياضية السنة دي. وده هيكون يعني بقرار من وزارة الشباب والرياضة ناتج عن توصيات مناقشة طلب الإحاطة اللي تقدمت بيه اليوم وتم مناقشته في لجنة شباب والرياضة. شكرا.